أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة الخبيصي للأفراح بمدينة العين عصر اليوم بمناسبة زفاف كل من سالم محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة السيد صالح بخيت طاس العابري وعبد الله محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة السيد مبارك محمد شعفوري العامري. وقد بارك سمو ولي عهد دبي لقبيلة العامري أفراحها وهنأ المعاريس متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة مظللة بالرفاه والبنين والاستقرار. وحضر الحفل عدد من الشيوخ ووجهاء وأبناء القبائل وأهل المعاريس. Yeah.